انتوا فاكرين انه مفتري؟ ده بيجيب بالاخر. الجمهور المصري صعب جدا ارضاء. امال ايه؟ ليموندوس علي بور فابور بريكانتا. بيقولوا لي فقلت لي هو رامز بتاع ففهمت، بس هم كانوا لغايه اخر لحظه ما بيحكوش ايه اللي هيتم في الحلقه. على فكره يا بابا ده مقلب، وانا بقول لك عشان تبقى انت ما 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 متيقظ. اه تبقى متيقظ وما يحصل لكش حاجه. المجال امام اصوات كتيره تقول انه يكفي لهذا النوع من المقالب. ما يناسبنا، ما اقدر اسوي. صحيح. فتقول لا بصراحه كذا 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 كذا. قلت لا خلاص بعد انا بسكت وكملت الموضوع. يعني مثلا برنامج بتاع رامز جلال دوت بيبقوا عارفين واللي يقول لك رامز انتهى قول له ده عندها.